يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأحبة في حلقة جديدة من خلال برنامجكم هل الفن، مع ملحن ومؤلف موسيقي، وهو أول فنان يغير صوت الكمنجة. حتى أنا ما راح أقول لكم شلون، خلوني أرحب فيه وهو راح يقول لنا. محمود سرور، حياك الله حبيبي. حياك الله، يا هلا والله. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يكرمك. الله يسعدك محمود. بما أن تكلمنا للمشاهد عن الكمنجة، خلينا نبدأ فيها. لا، كمانجا اصلها يعني موضوع كبير ومعقد شويه. انت بديت فيها؟ لازم تبدا بالكمانجا اللي هي العاديه، الاكوستيك، الكمانجا اللي الناس كلها تعرفها. حلو. وبعدين على مر العصور الشكل السولو بيختلف، يعني حته انك تكون سوليست او عازف بتقول حاجه لوحدك بشكل فردي يعني بيبقى مختلف شويه. لازم كل واحد يوجد لنفسه شكل هويه خاصه. انت بديت طبعا بدايتك درست الموسيقى. انا كنت طالب شاطر قوي وانا صغير. حلو. يعني اتخرجت كدراسه، يعني كثانويه عامه واعداديه والكلام ده، كنت جايب 95% تقريبا، ده كان ساعتها مجموع عالي جدا. خلصت وفي الفتره قبل ما اخلص الدراسه الثانويه، انا دراسه ثانويه يعني، حبيت اسمع ام كلثوم، فشفت احمد الحفناوي بيعزف ورا ام كلثوم الكمانجه، حبيت الصوت قوي، حسيت ان هو قريب من صوت الانسان. الله. يعني احساس الواحد لو مسكها كده يطلع منها ايه. ف والدي ساعدني وجاب لي الكمانجة، والغريب ان انا اول ما مسكت الكمانجة لقيت نفسي يعني اللي انا عايزه بقدر احققه. عزفتها على طول؟ على طول، ما حاولتش وفشلت يعني. الله. يعني لقيت الموضوع يعني البداية كانت اللي انا اللي شفته عرفت احققه، عرفت انفذه، فكملت في الموضوع. درست؟ خلصت دراسي العاديه. لا، خلصت دراسي العاديه. خلينا جدا نتكلم عن الموسيقى. وسافرت بقى، كنت بورسعيد في الفتره دي، وسافرت من بورسعيد للقاهره عشان ادرس الموسيقى. حلو. دخلت معهد الموسيقى العربيه، فقالوا لي انت ايه اللي جايبك ده، احنا انت 95% يعني، انت مجموعك دخلك كليه؟ قلت له لا، انا يعني بحب. درست على ايد خبراء اجانب، بدات افهم الموضوع بشكل تكنيكي اعلى يعني. خبر اجانب لقيت في الاكاديميه، ولقيت اساتذه كبار في الشرقي، في العزف الشرقي وفي العزف الغربي، فتلمست على ايديهم وخلصت وعملت الماجستير دراسات عليا في الكمانجا، وبدات افكر ان اوجد لنفسي شكل يعني اظهر بيه. يعني انت بديت دراستك الموسيقى كلها في الكمان؟ في الكمان فقط. بس هو طبعا في الدراسه للاله بتطلب ان انت تاخد بيانو معاها، بتاخد مواد تانية إضافية، انما الاساس بتاعنا تحس انها سهلة يعني، الامور الثانية تحس انها سهلة؟ لا بالعكس، ده الكمانجا اللي سهلة. الله. ما هو انت، انا سمعت ان يعني هذه مقولة، ما ادري انت صحح لي. ايوه. انه اللي ما عزف كمان من هو صغير ما يقدر يعزفه وهو كبير. لا، هو بيعزف كل حاجة، بس اللي عزف وهو صغير بيطلع افضل. بس اللي حصل معايا كان شيء من نوع تاني. انا ما عزفتهاش وانا صغير يعني، انا ما دخلتش كونسرفاتوار وانا عندي 6 سنين، انا عزفت وانا كبير، بس ربنا سبحانه وتعالى وهبني. كم سنه يعني؟ يعني كنت 9 سنين. 9 سنين كبير. ما هو ده انت بتتكلم على انت بتتكلم على واحد من 6 سنين او من 5 سنين بيمسك كمان. ما هو هذا يعني انت بديت فيها صغير يعني. لا، صح، ما اعتبر مش صغير يعني، بتكلم صغير ده 5 6 سنين انت بتمسك كمانجه وبتتعلم مظبوط. انا ما بداتش بتعليم مظبوط، انا زي ما قلت لحضرتك انا اتعلمتها كده. لا بس معلش محمود، 9 سنين صغير يعتبر يعتبر يعني. انا اقول لك اذا مثلا واحد عمره 25 سنه يقدر يعزف كمان؟ لا، لسه جديد. لا لا لا، صعب صعب. هذه المقوله يعني مش هيحقق مستوى مرضي يعني. يعني هيعزف بس مش هيحقق مستوى مرضي. حلو. نجحت ما شاء الله عليك وتميزت الحمد لله، وحاولت انك تخلق لون جديد أو اصوات من صوت الكمان. لا لا، قبل الاصوات كمان انا عايز اكلمك عن الكمانجه العاديه. طبعا. يعني عشان تبقى سوليست لازم تجد نفسك هويه جديده او شكل جديد ما كانش بيحصل قبل كده، لانك لو عملت اللي كان بيحصل قبل كده مش هتبقى قدمت اي حاجه جديده. فبدات بالكمانجه العاديه، عملت منها شكل جديد خالص، بشكل عزف تاني خالص، بصوت تاني خالص، وبدا يبقى في كل الاغاني. كيف يعني تاني؟ طلعت صوت يشبه الصفير شويه. صوت مختلف، مش صوت الكمانجه العادي، صوت مختلف بيطلع من الكمانجة، بالإضافة إلى شكل بالقوس، شكل مختلف بالقوس بنسميه ديتاشيه. بيطلع صوت جديد ولون جديد من الآلة، بالإضافة إلى شخصية اللي أنا حاسه
بيطلع، فبيطلع بعزف لك الجمله بتحس انها ده عازف، ده حاجه جديده ما شفناش قبل كده. وبعد كده دخلت سكه السولو طبعا السولوهات منها انتشرت بقى في حته السولو دي. الكلام ده كان سنه 96، بدات اعزف لكل النجوم العرب والاجانب، تسجل اوروبا وسجل امريكا وسجل لندن، ومسجل مع ناس يعني من لندن ومن امريكا، البومات يعني. وبعدين هذا كله قبل لا تخلق الاصوات، قبل الاصوات، لا قبل الاصوات، انا بكلمك عن الكمانجه العاديه. ما شاء الله عليك. واستمرت الكمانجه العاديه دي مثلا 10 سنين تمام، وفي كل الحاجات بركب كل الشغل من اقل ناس لغايه محمد عبده مثلا، كل الشغل انا بسجله يعني. بعد كده بدات افكر ازاي اطلع من الاله دي صوت تاني ازاي. فطبعا الكمانجه العاديه الطبيعيه هي انا اصلا طلعت منها صوت تاني غير اللي هو الطبيعي، فعايز اخليها تقول أصوات بقى، كلارنيت، بيز، مزمار، يعني ازاي فالفرضيه جت بالنسبه لي ان انا لازم اتقمص الشخصيه، ما ينفعش الصوت بس. يعني لما تكون ماسك الكمانجه بتلعب بصوت مزمار لازم تتقمص شخصيه عازف المزمار. فجبت الكمانجه الالكتريك وبدات ان انا ادور على اصوات تانية. جبت كذا جهاز لغايه ما ربنا وفقني وصلت لجهاز معين اظبط حاجه من هو افكت على الصوت يعني. اظبط منه حاجات، اشيل حاجات، ارفع واو سنه اوفر درايف لغايه ما وصلت لصوت صوتك اللي هو يشبه صوت اللي هو كنت مستخدمه في المهرجان، هو والمزامير. اوجدت له شكل والشكل اتحب جدا وبقى برضه في كل الالبومات وانتشر شويه. يعني هي يعتمد على الاوتار؟ ها لا مش الاوتار، بيعتمد على هي الاوتار، هي الاوتار في الاكوستيك، في الكمانجه العاديه اللي هي الخشب، وفي الالكتريك هي الاوتار، هي الاوتار. هو الموضوع كله في ان انت بتخرج صوت دراي، صوت اصم، وبتقدر ان انت تطوع الصوت ده في انك تخرجه فلات خالص، وبتقدر تحط عليه افكت بتطلع منه اصوات مختلفه من خلال جهاز افكت اكسترنال لوحده مختلف يعني. ما شاء الله يعني هو الموضوع معقد. طيب شويه. هذه الفتره، انت في هذه الفتره كانت سنه كم؟ ده الكلام ده كانت 2002 2003. يعني انت حصلت على جائزه افضل عازف كمانجا في 96. 96 ده قبل. وبعدها بسنوات حاولت انك تطور. طبعا يعني الاول كنت عايز احقق نفسي في الكمانجا نفسها يعني، ما ينفعش، هي ستيب باي ستيب يعني، عايز تاخد اول خطوه ثاني خطوه ثالث خطوه. فاول خطوه كانت دار الاوبرا كانت عملت مسابقه للكمانجا. حلو. واشتركت فيها وخدت المركز الاول يعني. ايش قصة الربابة معك؟ الربابة صعبت عليا، ما اكذبش عليك يعني. والله صعبت عليا. ليه بقى صعبت عليا؟ اقول لك، الربابة باختصار هي آلة شعبية جميلة جدا وصوتها شاجي جدا. هي الربابة هي موسيقى الشعوب. في قطر بتلاقي الربابة بتاعت قطر، في الكويت بتلاقي ليه بتطلع من ايه الربابة؟ هي ليه موسيقى شعبية او موسيقى الشعوب؟ الانسان البسيط اللي هو صح ما يملكش ان هو يشتري آلة بألوف. الكمانجا تمام، انا الكمانجا اللي معايا اللي بقتنيها الحمد لله ربنا اكرمني بيها يعني عمرها 250 سنه. الله. يعني كمانجا غاليه ثروه يعني. كانت لمين هي الكمانجا؟ كانت مع عازف اسمه فؤاد اسماعيل، كان عايش في لندن، واتعمل عليها مزاد وصل ل 75 مليون استرليني. الله. وبعد ما عملوا المزاد ده وكان خلاص هيحصل شراء للكمانجا، طلبوا ان هم يجيبوا خبير
كونسلت خبرة يعني يكشفوا على الكمانجه قبل ما يتم الديل طبعا، لان الكمانجه كان مشكوك انها اصليه. اتعمل الكونسلت وطلعت كمانجه مش اصليه، طلعت كوبي بس كوبي هاي جدا وقديمه فعلا. فاتباعت ساعتها انا ذاك بتقريبا 25,000 دولار، فخدتها انا، كانت من نصيبي. الله. فقصدي اقول لك ان الـ 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 الانسان الطبيعي مش هيقدر يدفع الفلوس دي عشان يشتري، او ما هو مش المفروض يبقى انه يقتني آلة غاليه كده. فيعمل ايه؟ يجيب حاجه بسيطه، جوزة هند، يعمل مربع كده زي الربابة القطري او الكويت، ويشد عليها الجلد ويغني. هو عايز يغني هيعمل ايه يعني؟ مش لازم يدفع يعني. ففي مصر نفس الكلام، صعبت على القلاليب، نرجع لصعبت عليا دي. العازب بتاعها بسيط صح، ما يعرفش ازاي يطوعها داخل الحضاره الموسيقيه اللي بتحصل والطفره. محمود ما حاولت تطلع منها؟ اطلع منها ايه؟ الحان، معزوفات، هي كلها الحان، ده هي الربابه كلها الحان. طيب يعني سمعني شيء. تسمع ايه؟ ما هي يعني يلا كلها الحان سمعني. لا لا لا، هي اللي سمعني حاجه مميزه يعني. في حاجة شهر بيها الربابة يعني. كانت في مسلسل الضوء الشارد، هاي معروفة. كان لها وهي أصلا الربابة بتستخدم للتيم الشعبية صح، يعني تيمة بسيطة. العازف البسيط عايز يعملها تقاسيم، يقعد بتبقى مصاحبة ليه هو بيغني أي تيمة شعبية بسيطة يعني. فليه صعبت عليا؟ كنت عايز أكمل لك بس طيب قبل ما تكمل، ليه صعبت عليك؟ عشان ليه عزفتها اصلا. نطلع فاصل وارجع. تفضل. مشاهدينا فاصل قصير راجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نعرف من محمود سرور ليش الربابه صعبت عليه. تفضل. باختصار هي الاله جميله ولكن العازف بتاعها بسيط جدا. فيها حزن نفس حزن الكمانجة، فيها كل حاجة، ده فيها حزن وترقيص يعني. هي بتستخدم كده وبتستخدم كده يعني، ممكن تزعلك ممكن تبرحك جدا. هي الكمانجة الربابة صوتها مبهج جدا يعني، بستخدمها في الزفات يعني، في الزفات الأعراس، في الحاجات دي يعني. عملت أنت ما شاء الله عليك، أنت عملت في الكمان شيء ما حد عمله، وفي الربابة نفس الكلام. في الربابة عملت شيء ما حد عمله؟ طبعا، ما هو الربابة حاليا من المحيط الخليجي انا اللي بسجل الربابه بتاعتها. عملت شكل او جت شكل برضو مختلف بسيت اب في التسجيل مختلف، اتحبت فدخلت مع من تاليفك. مش من تاليفي يعني، هو الـ 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 المنظومه بتاعت الربابه من تاليفي يعني. انا اللي وضعت الشكل، هي اصلا كانت بتسجل صوت مونو تراك، انا عملت 11 تراك، بسجل 11 تراك. ليه 11 تراك؟ برضو هقول لك يعني ليه 11 تراك. لان الربابه لما تيجي تعزفها، عايز تسمع الربابه بتسمعها من فرقه ربابات. الفرقه دي عباره عن ايه؟ باختصار يعني برضه عشان اوضح للساده المشاهدين الفكره. الفكره جت لي منين؟ الفرقه عباره عن هم كلهم ماسكين ربابات، في منهم العازف اللي هو الضعيف بيعمل ايه؟ بيفضل ماسك كده. لو يعتبر البدال او الارضيه. حلو. التراك الثاني يكون التراك الثاني بيقول بقى ايه؟ اللي هو الراجل الاشطر شويه. الراجل الاشطر شويه. كل عازف منهم مهما كانت بساطته او درجه مستواه، هو بيخدم العمل. فانا عملت كده التراك، كل تراك بيكون شخصيه
من شخصية العازفين اللي هم بيعزفوا. حلو. فيطلع حلو. عدد التراكات كله مكمل لبعضه. فبقت موجودة، بدأت تبقى موجودة في سميرة سعيد، موجودة في أصالة، موجودة في الأستاذ محمد عبده، رابح صقر مع حفظ الألقاب طبعا، ماجد المهندس، كل النجوم. ممكن نعمل موسيقى تصويرية على ربابة؟ كل ما يعني أنا عامل مع الأستاذ عمار الشراي 45 مسلسل. الله. طبعا يعني الدراما المصرية ليها رصيد في الدراما المصرية يعني أكتر. أنت عملت موسيقى تصويرية بس أنا عملت على ربابة ولا؟ لا عملت على ربابة طبعا. طبعا الربابة بتستخدم مهمة جدا، كل يعني أي مسلسل أحداثه بتبقى في الريف أو في الصعيد المصري بيعتمد على الربابة اعتماد كلي. يعني هي الربابة تبقى هي الأساسي وتاخد منها الحزين والفرحان وكل حاجة، وكمان جه مكملة طالما الأحداث كلها بتدور في الصعيد. كم مسلسل عملت؟ ما هو يعني لا كتير يعني. الأستاذ عمار لوحده اشتغلت معاه 45 مسلسل، هو محطة في حياتي برضه رحمة الله عليه. يعني خلينا نتكلم عن المحطات المهمة في حياتك. المحطات المهمة، أول محطة في حياتي مهمة هي كانت السولو، الشكل اللي فرضت بيه بإن أنا أعزف سولو بشكل متفرد، وبدأت أبقى مع كل النجوم. المحطة التانية كانت سنة 98، دي عند دكتور سولي، الحفلة بتاعت لما جمعوا كل نجوم الراي في العالم، شاب خالد وفضيل ورشيد، اللي هي اغنيه عبد القادر اللي أيوة بنسمعها كلنا دي. معروفه دي كنت انا الموزع الوتريات للعمل كله. يعني سافرت قعدت في لندن شهر وقعدت في باريس شهر تاني، واستعنت ب 30 عازف من مصر، وكانوا جايبين 50 عازف من باريس ومن لندن عشان يشتغلوا، كانوا عاملين حاجه بروجكت كان ضخم جدا. وكنت انا اللي بكتب الوتريات مؤلف الوتريات يعني بتاع الشغل العمل كله يعني. فدي كانت محطة مهمة جدا واحتكاك مهم جدا، فادني كتير بعد كده في حياتي يعني. حلو. في محطة بعد؟ المحطة اللي بعد كده كانت احتكاك بقى بالنجوم. يعني كل نجم كنت بحتك بيه كنت بكسب منه حاجة. يعني بدأت أقرب منهم لما بتشترك معاه بشكل فردي، بسمعك وبطلبك بعد كده تعزف له، سواء مثلا الأستاذ محمد عبده اللي هي معاه تفاصيل صولات وجولات، يعني هو دمه زي العسل طبعا، الفنان رابح صقر، الفنان ماجد المهندس، الفنان حسين الجاسمي قديم وجديد، ومن المصريين كتير، في شيرين وفي أصالة وفي عمرو دياب وفي موقف تذكره مع فنان معين؟ لا دائما يعني المواقف كتير يعني. لا اقصد ما يروح عن بالك. خلنا اقول لك عبد المجيد عبد الله كتير، ده حبيبي حبيبي طبعا ابو عبد الله، يعني من الاحباب. لا هو طبعا دمه زي السكر طبعا، الاستاذ مجيد طبعا يعني دمه زي العسل. الفنان عبد المجيد عبد الله في بينه وبينه مواقف كتير انا ما بيحضرنيش منها شيء دلوقتي، انما دايما البوماته كلها، كل البومات ابو عبد الله انا مغنيها، لازم اغنيها بالكمانجه، يعني لازم اغني كل البوماته، اللحن يتلحن ويتوزع يعني، حتى المايسترو انا فرحات عارف الكلام ده يعني، وبيحضر بعض منه يعني، وبيجي لي لازم اغنيه، هو لازم يحتفظ دايما بنسخه من ونايه بالكمانجه. ليش؟ مش عارف مش عارف، مع ان انا استمتع بالكمانجه في الغاء هو يعني، ما اعرفش، هو فنان قوي اكيد، هو فنان. طيب مبدع بشكل عمرو دياب اكيد في موقف لازم. لا ما هو في ما كله في مواقف يعني، اذكر. انت ما تحب تقول مواقف للمشاهدين؟ اصلها بتبقى مواقف يعني خاصه و طيب انت قلت لي قبل شوي عن الربابه، لان والفنان محمد عبده برضو عايز اقول لك على تفصيله مهمه جدا. اتفضل. في 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 الكويت بعت كلامك يعني. ايه؟ خدت التليفون وقلت يعني اصور معه، اصور مع استاذ محمد عبده يعني. فكنت انا بعزف له سولو قبلها، فهو اتبسط قوي فمسك التليفون. انا داخل طبعا كل حلم ان انا اتصور معايا، قال لا شغل الفيديو. فيديو شغل الفيديو على طول طبعا، مشغل. قال لي انا عازمك النهارده على الغدا
الله عشان خاطر الله توصى بيا في الله الصلوات. قلت له الله يا استاذ يعني الله الله عظيم طبعا. جميل جميل جميل. طيب خلينا نرجع لموضوع الربابة. انت قلت لي انه انت عملت فيها. هي يعني الشكل اختلف. معلش اعتبرني انا واحد من المشاهدين الان حاب انه يشوف او يسمع محمود سرور في شغله جديده في الربابه. يعني انا عايز اوضح لك، يعني بس ابهرني شوي. عايز اوضح لك حاجه. ادهشني. عايز اوضح لك حاجه مهمه. ما انا هعزف لك، يعني عازف لك عليها هندي مثلا. يعني من انا الحاجات اللي ادهشني وابهرني، اختار واحده منهم. ما انا عايز اقول لك يا ثابت عليا ليه. عايز اقول لك يا ثابت، دي نقطه مهمه جدا. يعني هي ليه ثابت عليك؟ الاله اللي بيعزفها بسيط جدا مش قادر يخليها تواكب الحضاره الركب اللي ماشي الكومبو. فبتجيب عازف الربابه هو بيعزف حاجه معينه. يعني مثلا جبنا مره الاستاذ محمد طه، عازف مطرب شعبي هو قدير يعني جدا، و فليه موال مشهور كده بيقوله. ففي مره كان في عمل خليجي كده، فاحتاجنا يقول الموال ده بتاعه. هو مواله بيقوله من 40 سنه مثلا، هو حافظه من تون معين. الغنوه اللي بننفذها من تون تاني، فنديله التون بتاعنا يخش هو يغني بالتون اللي هو عارفه. فكذلك عازف الربابه هو بيبقى مش عارف يبقى انتمبو صح في العمل مع الكومبو، ومش عارف يظبط الدوزان مع الدوزان بتاع اللحن، ومش فاهم ايه اللي مضايقك. هو برضه مش عارف انت زعلان ليه. ما هو انا كده انا قاعد اعطيك اللي تبيه. ايه هو صح هو ده اللي هو عارفه. فعشان كده قررت ان انا اعزف الاله دي عشان خاطر تبدا تبقى موجوده. والحمد لله هي حاليا في كل الاعمال الخليجيه والمصريه. يعني هي حاليا انت ما شاء الله عليك الان، يعني حتى احنا تفاجئنا لما نشوف في مهرجان مثلا واحنا كجيل شباب مثلا نشوف في مهرجان انه في ربابه. على فكره يعني معليش، وان كان يعني مثلا انا شخص بدوي وكذا، بس انه ربابه في مهرجان وكمنجات وكيبورد درامز. انا عايز اقول لك ان اسهل لك تربي اسد اكتر ما تسيطر على الربابه. لا فهذا شيء حلو، يعني انت رجعت الربابه. ما هي عشان كده جدا جميل. ده كان الغرض. ده كان الغرض. وبعدين لما جيت اعزف الربابه، الربابه هي موسيقى الشعوب زي ما ذكرت حضرتك قبل كده، فكل بلد بتعزفها بشكل. يعني الربابه المصريه ليها شكل، السعوديه ليها شكل، الكويتيه، القطريه، كل. طيب انت قول لها شكل وسمعني يلا. يعني مثلا انا باخذ زاويه. لو قلنا الربابه المصريه مثلا بلدي. حلو. تعزف بلدي. ايه واصل. لما تيجي تقول الربابة السعودية. بتلاقيها شوية صحراوية شوية. الهندية. شوية. الهندية. الله لا الله. يعني طابع. طيب بعد مثلا ممكن حزين شوية. أجمل معزوفة عند محمود سرور في الربابة. أجمل معزوفة. أنت تروح البيت قاعد مع العيلة لوحدك تقول لهم خلاص خلوني في الغرفة أبعزف شوية وأجيك. والله هو بص يعني مش بقول لك كلهم ولادي، دي حقيقة. يعني كل يعني ليه حاجات كتير قوي كمان، كانت حاجات اتعملت رنات تليفون وبتاع، حاجات في فيلم من أحمد حلمي اسمه ظرف طارق.
في تيمة كده هو كان عاملها رنة التليفون. وفي حاجات طبعا في الخليج كتيرة جدا، وفي حاجة لسه عاملها للسعودية الفنان ربع صقر، حلو. أغنية اسمها أنت ملك من قبل لا تصبح ملك، كان عملت فيها سولو، كان يعني على الربابة. عمل صدى كويس. تفضل. ده كان الله. شنو الجديد؟ الجديد في طبعا الفنان الكبير محمد عبده، في لسه من حوالي من 4 5 ايام يعني كنت بسجل له سولوهات الالبوم الجديد، في 3 سولوهات لبابا وفي سولوهين كمانجا اكوستيك يعني، وطبعا كنت مسجله في راحله اللي هو الالبوم اللي فات ده. نعم. كنت مسجله كمانجا الالكتريك اللي هي بصوت الكلارنيت، وفي حاجات برضو متسجله مزامير بالكمانجا المزامير. واللي ما يعرفوش معظم الناس يعني معظم المزمار اللي بيسمعوه بيرقصوا عليه ده، هو دي كمانجا مش مزمار يعني. معظم الحاجات عبد المجيد مع حفظ الالقاب رابح استاذ محمد عبده، كل الصلوات المزمار اللي بيسمعوها دي بيعتقدوا انها مزمار وهي دي كمانجا. طبعا ما شاء الله وصلنا لنهايه البرنامج، يعني ما حدش عاوز معاك وافرح بيك لا والله. يمل والله يا محمود جد، ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك، استمتعت معاك جدا، انا اللي اتشرفت بيك والله. انا راح اختم وراح اخليك تعزف مقطوعه بالربابه للمشاهدين ونختم فيها. اي نعم. حاضر حاضر حاضر. طيب تحب تسمعي؟ طيب اللي يريحك اللي يجي منك انت. عاد مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا، تقبلوا تحياتي وفي امان الله. Thank you.